لحظة شوي، وين المي قطعت؟ أم عبادة؟ أخي أم عبادة؟ يلا أم بطيخ؟ يلا أم عبادة شبهت؟ شبهت ليك أنا بشكيرة عنك؟ ولك بلا بشكيرة بلا بطيخ بلا زفت؟ ليش المي قطعت؟ الصابون على وشي ليش المي قطعت؟ لا 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 رجعت عملك مع حنفية نفس الشيء؟ مشان تحسوا فيني لما أقولكم روح خسر وشك على حنفية الثانية روح. استغفر الله العظيم بس وين صارت؟ وين هي الحنفية صارت؟ البيت كله عاتوا بده تصليح عاركم جيبوا معلم صحية صلنا حنفيات ما بدو تصطفلوا حيوانات غسل وشك يا قمر بالصابون والحجر وينك يا قمر عم غسل وشي شو بعد شو بك بابا ايش في فورك وصلني معي لهون هلا بتروح بتختفي بتطير ما في دخلة على البيت ما في رجعة غير تجيب معك معلم صحية يصلح الحنفيات بسرعة اختفي يلا يلا فورا فورا سوري قهوة بسرعة يلا معصي انا معصي بدي افش قريب حدا بدي افش قريب حدا بدي افش قريب حدا خدود تعال عندي لهون قولي شبو الله قولي انت قلت الصبح لامك بدك مصاري لا لا بعد ايه انا لا بعد انا ايه قول ايش بدك المصاري احكي راح طويله طول بالك يلزمني القليل من المال حتى اخرج مع رفقاتي وراح انت مو بنت ورغم انت المفروض تساعدي امك لوقت ما تنضربي على قلبك تتجوزي وتروحي اسمعي ولك من هون لوقت ما تتجوزي ما في طلعه من البيت النوب حتى بعد ما تتجوزي اخلي جوازك ما يطلعك من البيت كمان نقول عيني وخلتي نقول عليك ان شاء الله بموت وما بدي احمي ولك رزقه اجت بجريها لعنا بنرفسه من قلها روحي ما بدنا اياكي ما بدنا نتسبب ما بدنا نشتغل ايش نحن في بجيبنا 5 ليرات بعدين انت ليش خايف ابوك مو بده يصلح الحنفيات على اول جيب له مصلح على اول جيب له خياط معمار جي نجار المهم تتصلح انت ليش خايف ولك انا بس افهم انا بس افهم هي ثقتك الزايده منين جايبها انت منين بدي ارجع اذكرك وقت اللي اشتغلت معك ولك الله يخرب بيت هالنهارين يلي اشتغلتهم مع ماده صحيه من 3 سنين ولو مالك قايل لي عليهم كنت انا ديت انه نهار ونص نهار ونص والنص الثاني من النهار من ثاني ساعه قلعك المعلم ليش لانه قال لك رصه الحنفيه تركت الحنفيه انت ورحت على طنجره المحشي تبعت الزبون فتحتها بلاش تاكل منها قلنا لك بواتك كنت جوعان بعدين هو حق علي راح فتح اللوله بسرعه وطافت المي وطاف البيت كلياته انا الذنبي لا فالح فالح ما شاء الله وكيف اسمع قال لك موافق موافق بس بشرط قبل ما تبلش قبل ما تقرب على شي منوب بتطلع عن حنفيه بتقرب بتطلع بتعرف تصلح بتمد ايدك ما بتعرف ما بتقرب منوب بتطير مباشره بتروح تجيب معلم صحيه وبتجي لانه اذا ما جبنا اليوم احتمال قوي انا وانت نتحشنا بالحنفيه محل الجرده ما عنده مشكله وبخلص شبك مالك واثق فيني انت لا مالك واثق فيني لا عم بقول لك لا طيب يلا تمام امشي قدامي حتى ابهرك قدام ابوك حتى افرجيكم نزيل يلا اسمعني قدامك هاي الحنفية غير حنفية بالحمام جيبلي مفك صليب قولي مفك صليب مفك صليب ايش بدك مفك صليب بدك تصلح معي وحنتي يخرب بيتك من حالك قولي فتح على علبة البويا اللي براسك اسمعني لك حنفية الحمام 5 دقايق خلصتها هون صار لك ساعة شو بالك انا فهمان عليك الطنجرة المحشي ما بتقرب عليها منوب ولا بتشم ريحتها لحتى تخلص فهمان ممنوع تاكل ولا وحدة حتى تخلص يلا محشية وحدة
محشي وحدة الله يخليك. أنا انصرعت ريحة المحشي ذبحتني، ما عاد شوف قدامي أنا، بدي محشية. وبعدين مع هاي ما بدها تنشف لسه عم تشرب بالمي. أم عبادة وين ابنك صار معه؟ أوي أبو أبو كولي ما حاط أكل السعودي. شو بقى أنت خايف؟ مش عم تسرق أنت؟ أنت عم تشتغل خلاص اشتغل أنت، كمل شغلك أنا بشوف. شبح بابا شفي عم نشتغل والامور لوز. مين اللي عم بيشتغل والامور لوز؟ ليش انت جبت مصلح؟ ما انا صار لي اكثر من 5 ساعات عم بفتح على مصلح صحيه ما كنت راقي. لو فتحت دريك كلها تبال ما كنت راقي. تقول انقرضوا يا زلمه، حتى سمعت لك الاسعار. اوف يا ربي يا لك الاسعار خياليه مو طبيعيه منوب. يعني انت لو بتسمح بالاسعار تلغي التصليحات كلها، انت بتعيشنا على عينين المي. بتصدق في واحد طلب 1400 ليره؟ تخيل. خلصني جبت ولا لا؟ شو اتفقت معه؟ شو بده ياخذ؟ طبعا الحمام خالصين والمطبخ قربنا نخلص، عم نشطب خالصين. حتى عملت لك مفاجأة. مفاجأة؟ اسمعوا لك، اوعك تقولي اتفقت معه على 3900 بدل 4000، لانه سعره دوما قطع بروحه. اكيد لا، مو بالصدفة اكتشفت لك انه رفيقي عم بيشتغل مع مادة صحية من 30 سنة لهلا، وصاير معلم بشق الشعراوي. العانة عم تقاتل عليه بدهم يجيبوه، بس انا دبرت لك رامو واتصلت معه وجبته لهوني. وكرمال لانه فيقي وصاحبي رح يصلح لنا اياهم كلياتهم، وبيني وبينك رح ياخذ نص القيمه بس. روح خلي بين معه. امشي قدامي على الحمام، فرجيني يا المعلم تبعك ايش طلع معه. امشي. ايه يلا امشي امشي. جرب انت بايدك بابا، جرب انت بايدك وتاكد. لا كمان مرة رحتك كمان خسرت يخرب بيتك من حالك. لا معذر معذر، تعال جرب انت، تعال تفتحها. لا ولو ما وصل نحن من بعدك ما وصل. تعال انت تعال خلصني يلا. يلا الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما بو شي كويس. عيب عليك حجي، شايف شغل مية مية. واخيرا عملت لك شغلة تدفع منك انت والغبي رفيقك. لا شكله هذا المتعلم عنده رفيقك ما بو شي. معلم يعني معلمه منيح. خلينا نجرب هي كمان. ولا سكر معه هذا، سكر المي ما يستخدمه. ولا ما يستخدمه يخرب بيتك من حاله. سكر المي. Headshot.